الخير يا ولاد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير استاذ ياسين. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. استاذ طارق يعتذر، اضطر انه يسافر فطلب مني اكون مكانه. انا طبعا فرحت قوي لانكم وحشتوني. او بتشكل حسب المنهج الدرس بتاعنا اليوم هيكون عن كان واخواته، وانا هنا كتبت جمله كررتها كذا مره على السبوره، لكن الجمله دي ناقصه. الجمله بتقول ايه؟ احلم ان اكون كذا. هنا في فراغ، كل واحد منكم عنده حلم هيطلع دلوقت ويملى الفراغ ده بالحلم بتاعه. كويس؟ كويس. مين هيبتدي؟ تعالى يا شرف. كويس؟ مين اللي بعده؟ اتفضل. ما ينفعش كده يا محمد. ناجحا كلنا نتمنى ان نكون ناجحين، يعني دي حاجه في المطلق. عاوزين حلم. حلمك ايه؟ حلمك كويس. اللي بعده ميل بعد. عاوزين حد من البنات. اتفضلي يا لميا. ان شاء الله هتكوني. اطلعي يا رنا. قولي لنا حلمك ايه؟ كويس؟ اتفضلي يا رضوى. في ايه يا رضوى؟ مش عارف، ما عنديش حلم. ينفع في حد ما عندوش حلم؟ لازم الانسان يكون عنده حلم. ايه حلمك؟ ممكن عايزه احلم، بس مش عارفه، مش عارفة اوصل للحلم اللي انا عايزاه. ومين اللي قال انك مش هتحققيه؟ كل الطرق مسدوده، الشغل والتعليم، اجيب فلوس منين عشان احقق الحلم اللي انا عايزاه؟ لا يا رضوى، هو انت فاكره ان كل الناس اللي كان عندها احلام وحققت احلامها كانوا عايشين في ظروف زي العسل مثلا؟ بالعكس، ده في كتير منهم كانوا عايشين في ظروف صعبة ووحشة جدا جدا. ده في منهم كانوا عايشين في حروب، في مجاعات، في بلاد فيها ظلم وقهر واضطهاد، في عائلات فقيرة. ده حتى منهم في ناس كانوا عاجزين عندهم شلل مثلا، ومع ذلك كان عندهم أحلام، والأحلام دي حققوها، أحلامهم غيرت الدنيا. فلازم يكون عندك حلم، متخافيش، ممكن تحققيه في يوم من الايام. لازم يبقى عندك الحلم والامل. اراده، اراده الانسان اهم حاجه. حلم مع اراده يصنعه الانسان. فقولي لي حلمك ايه؟
المعلومات اللي عندنا بتقول ان في معدات تفجير عن بعد وسلاح آلي كمان احزمه ناسفه ساعتك. ده معنى كده ان هيبقى في انتحاريين يا فندم، وده الجديد في الموضوع هنا في مصر، وبيبين غسيل المخ اللي بيقدروا يعملوه للولاد الصغيرين والشباب. طب دي حضرتك مفترض الانتحاريين دول يكونوا شباب صغير؟ اكيد هيكونوا كده لانه سهل التاثير عليهم، لكن الكبار في السن وعندهم عيله واطفال صعب جدا عليهم انهم يسيبوهم ويختاروا الموت بنفسهم. بقول لكم ايه، مفيش اخبار عن المصدر قالب بتاعكم لغايه دلوقتي لسه ساعتك؟ لا، ابعتوا هاتوه واشتغلوا عليه فورا، الوقت بيسرقنا. ده هو يا فندم. الو. ايوه يا باشا، عايز اشوفك، في معلومات مهمه جدا لازم اقولها لك. انت فين دلوقتي؟ انا في مدينه نصر. طب اطلع اخر عباس العقاد وخش اول يمين، هتعدي عربيه وتجيبك سايقها واحده ست. خايف اكون متراقب. ما تقلقش، نص ساعه والعربيه هتكون عندك، اوعى تكلم حد او تتحرك من المكان اللي قلت لك عليه، فاهم؟ طب حاضر 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 يا فندم، هستناه. سلام عليكم. المقابله دي ما يطلعش منها الا وعندنا معلومات مؤكده وسليمه. طالما جايب نفسه سعادتك يبقى اكيد عنده اللي يستاهل يجيله. هتبعت مين يجيبه يا عرفان؟ سمية منصور سعادتك، عشان لو متراقب محدش يشوف. حصل ده وازاي؟ انت متاكده انه مات يا سميه؟ طب والتليفون المحمول اللي كان معاه راح فين؟ طب ارجعي انت يا سميه، ارجعي. موتوه؟ ضربته عربيه نص نقل وهربت. حد لقط نمرها؟ حتى لو حد لقط نمرها اكيد هتبقى نمر مسروقه يعني. طب تليفونه المحمول؟ اكيد اللي قتلوه سرقوه، وهو عاملين حسابهم على كده ومراقبينه كمان. كده الضربه بقت قريبه قوي يا عرفان. بينا نطلع للمدير. اتحركوا في كل الاتجاهات واقبضوا على عبد العليم النمر فورا، هو وكل المجموعه بتاعته اللي انتوا تعرفوها. ان شاء الله يا فندم الليله دي كلهم هيبقوا عندنا. اتفضلوا. تحت امر سيادتك. زي ما توقعت جندوه. طب يا مولانا جايز بعد الصور دي؟ ما كانش راح بنفسه. هنعمل العملية؟ طبعا، وفي الميعاد تبعتوا عنوان الهدف برسالة على المحمول لعبد الرحمن، وهو هيفهم الباقي، وانتوا على بركة الله نفذوا المطلوب منكم. طب وبالنسبة لحضرتك يا مولانا؟ أمن الدولة ما يعرفش غيري، وأكيد هيزوروني النهاردة، بس أنا هكون في الصعيد في جبلي عند قرايبي.